It's not too late for me and you if we hurry. باسم سياتاس التي تهدف هذه الأخيرة على اكتشاف المناطق والتعريف بالعادات والتقاليد لبلادنا. منطقة مخصصة للراحة والترفيه مثل غسل الأشجار وتنظيف الأماكن، تعريف بالمعالم السياحية والحضارية. فاليوم كانت وجهتنا تسمية سوس إلى أصل أمازيغي، يعني جمع سوس وهي المنبع، أي منبع الماء مبني من الجير والحجر، يتم تغذيته من خلال تدفق مياه الأمطار من واحتي مغرار وادي الرويبة. For me and you, if we are.